تعالوا نروح لحاله الطقس النهارده. وبيتوقع خبراء هيئه الارصاد الجويه طقس خريفي مائل للبروده في الصباح الباكر، معتدل الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، مائل للحراره على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبروده في اول الليل، بارد في اخره على اغلب الانحاء. طيب نشوف درجات الحراره بالتفصيل المتوقعه النهارده ونبداها بالقاهره اللي هتكون 24-13. الإسكندرية 23-13، بالنسبة للإسماعيلية النهاردة 25-10، الدقهلية 24-14، الغردقة 25-14، والمنيا 26-8. تعالوا كمان نروح لبعض العواصم العربية والعالمية ونبدأ من الرياض، درجة الحرارة 22-12، أبو ظبي 26-20، أنقرة 12-5، لندن 3-3 تحت الصفر، واشنطن 8-2 تحت الصفر، أخيرا بكين 5-6 تحت الصفر. هي دي أحوال الطقس النهاردة ودرجات الحرارة. تعالوا بالتفصيل نشوف الجو أخباره إيه اليومين دول والفترة دي من خلال دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يا دكتور منار صباح الفل. صباح الفل على حضرتك استاذه لميس، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكي منورانا دكتور منار. وعايزين نعرف يعني حاله الطقس اليومين دول اخبارها ايه؟ انا بحس ان احنا ما دخلناش قوي في الشتاء والسقعه اللي احنا متعودين عليها يمكن تبقى في الفتره دي، والجو ما زال نقدر نقول عليه خريفي شويه، يعني يا دوبك بنلبس جاكيت خفيف. هو احنا لسه اصلا في فصل الخريف، احنا بدايه فصل الشتاء الرسميه 21 ديسمبر ان شاء الله يعني الاسبوع القادم، لكن احنا لسه في فصل الخريف. بنلاحظ فترات النهار بالاستقرار في الاحوال الجويه، فترات النهار كمان في ارتفاع خفيف في درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي درجه لدرجتين. اغلب مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي كتل هوائيه جنوبيه، فبتؤدي لاحساسنا بارتفاع درجات الحراره فترات النهار تحديدا مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فاحنا بنحس بالدفء فترات النهار والاجواء صحيح. المعتدله تماما خلال فترات النهار على اغلب المناطق الشماليه، يمكن كمان المناطق الجنوبيه بتحس بالاجواء الحاره فتره النهار، لكن مع الغياب التام لاشعه الشمس ودخول فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، لان اشعه الشمس هي يعني بتخلينا نحس بالدفء، مع فترات الليل الصغرى بتوصل ل 13 درجه مئويه، فبيبقى فرق بين فتره النهار وفتره الليل حوالي 10 او 12 درجه مئويه، ده طبعا على القاهره الكبرى، في بعض المناطق بيوصل ل 14 درجه مئويه، فالاجواء بتكون اجواء بارده على اغلب انحاء الجمهوريه خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. الظاهره الجويه دايما بتاثر معانا في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه اللي بتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه خاصه خلال هذه الايام مع انخفاض درجات الحراره فترات الليل. الشبوره المائيه دي كثافتها بتزيد وبتكون واضحه بشكل كبير في الساعات المتاخره من الليل وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس. فرص الامطار خلال هذا الاسبوع بتنحصر في بعض المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، فرص امطار خفيفه لازم ما بتاثرش تماما على اعمال الانشطه اليوميه، نسبه الحدوث تتجاوز ال 30%. قد تتقدم لبعض المناطق الداخليه الموجوده في الوجه البحري، لكن ايضا غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، ممكن نلاحظها في مناطق والمناطق الاخرى لا. مقبل هذا الاسبوع ان شاء الله استقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره هنحس بيها بالدفء فتره النهار، لكن هيكون التحزين من فترات الليل والانخفاض فترات الليل. بما ان حضرتك كنت بتتكلمي عن الشبوره دكتور منار، كان في شبوره امبارح على الساعه 9 بالليل كده في مناطق زي مثلا التجمع، ايه الشبوره دي كانت ايه؟ هي وهل دي هنشوفها بالليل كتير؟ هي كانت أسربة عالقة أدت لانخفاض الرؤية الأفقية خاصة على المناطق اللي موجودة في القاهرة الكبرى، فانخفضت معها الرؤية الأفقية. هي الأسربة والشوائب العالقة بتشبه الشبورة المائية، لكن طبعا نسب الرطوبة بتبقى مختلفة، فهي بتطلق أسربة عالقة بتأدت لانخفاض الرؤية الأفقية، وصلت تقريبا ل 2000 متر على القاهرة الكبرى بالأمس، لكن ما احنا مش هنشوف الأسربة العالقة كتير خلال هذه الأيام، لكن الشبورة المائية أكيد هنشوفها خلال الأيام القادمة، لأن احنا مع نهايات فصل الشتاء أو بدايات فصل الشتاء ونهايات الخريف بنشوف الشبوره بشكل كبير خلال فترات الليل المتاخره، يعني تقريبا الساعه 3-4 الفجر، وبتستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس. بشكل عام بقى اليومين الجايين لحد 21 ديسمبر نتقل ولا خلينا كده برضو في الخفيف؟
يعني احنا لو بنخرج فترات الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا في الساعات المتاخره من الليل، يبقى احنا لازم بنرتدي ملابس شتويه فترات النهار وفترات الليل، ومعانا جاكيت خلال فترات الليل المتاخره والصباح الباكر، لان هنحس بالبروده خلال فترات الليل. فترات الصباح هتكون الاجواء معتدله او الاجواء دافيه، بلاش نغير نوعيه الملابس بشكل كبير بين فتره النهار والليل عشان ما نصابش بنزلات البرد. بصراحة لأنه العدوى بتنتشر بسرعة، وربنا يستر نتقل ونخفف. بشكرك دكتورة منار غانم، الحقيقة يعني محتاجين إن احنا ناخد بالنا الفترة دي جدا، علشان دور البرد بينتشر بشكل سريع، ودي كانت أحوال الطقس ودرجات الحرارة وحالة الجو الفترة دي، ومنتابعينها طبعا مع دكتور منار لحد يوم 21 ديسمبر نشوف حالة الطقس هتكون أخبارها إيه. تعالوا دلوقتي نروح لداليا ونعرف أسعار العملات النهاردة وصلت لكام.